حياكم الله أبناءنا الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله. أحييكم وأقدم لكم حل أسئلة الدرس الأول، الأعداد المركبة. هناك شرح مسبق في فيديو سابق. الآن الأعداد المركبة، احنا ذكرنا سابق أنه جذر السالب واحد يساوي آي، وهذا يعني أن آي تربيع بتساوي سالب واحد، تمام؟ فلو ضربنا كمان الطرفين بآي بيصير آي تكعيب بتساوي سالب آي، بينما آي أس فور هذا يساوي واحد. الآن مطلوب بيتدرب وحل المسائل أن نكتب قيمة كل مما يلي باستخدام الجذر الرئيس. طبعا نعلم أن جذر سالب 19 هي عبارة عن جذر 19 ضرب سالب واحد، وهنا أستطيع فصل الجذر إلى جذر 19 في جذر سالب واحد. جذر 19 تبقى في جذر السالب واحد اللي هو i، وممكن ان نضع الi قبل الجذر، يعني بصير i في جذر 19 او جذر 19 في i. في ناس يكتبها هيك، ناس يكتبها هيك، ما في مشكلة. نفس الاشي هنا، سالب يطلع برا يعطيني i جذر السالب واحد في اي. 12 عبارة عن 4 في 3، عشان الأربعة إلها جذر والثلاث ما إلها. 25 إلها جذر، نتركها. بيطلع معي 4 على 25 برا الجذر، فبصير هاي بتعطي اي في جذر الأربعة في 2، وجذر 25 في 5، ويبقى جوا الجذر اللي هو 3، يعني بتصير 2 على 5 اي جذر 3، او 2 على 5 جذر 3 اي. 2 على 5 في اي في جذر 3، كتبناها بدلالة اي. ممكن الناس يكتبها بدون تبسيط، لكن حسب ايش هي موجودة عندك في سؤال اختيار من متعدد، يعني ممكن تبسط فقط يطلع الاي ويترك جوا 12 على 25 بدون تبسيط، وممكن يبسط جذر ال 12 على 25 بهذا الشكل. نفس الاشي هون، 32 هي عبارة عن 16 ضرب 2، بيطلع عندي اي برا جذر 9 في 3، وجذر 16 في 4، اذا 3 على 4 في جذر، يبقى عندي جذر النص 1 على 2 جذر النص. إذا اي في 3 على 4 جذر النص، أو 2 أس سالب 1، فنستطيع كتابتها بهذا الشكل. جذر 53، لاحظ 53 ما عندها تبسيط، فيبقى عندي جذر 53 في اي. لاحظوا هذا الجدول اللي عملناه قبل شوية، أنا شرحت لكم قلت لكم إنه آي تربيع بتساوي سالب واحد، طيب آي تكعيب بتساوي سالب آي، آي قوة 4 بتساوي 1. الآن بيصير عملية دورية، كل 4 بيرجعك على الواحد، يعني آي أس 8 بتساوي 1، آي أس هون لاحظوا هاي آي أس 26، إيش مضاعف الأربعة اللي أقل من 26؟ هو 24، يعني I أس 24
ضرب اي اس 2، مش الاسس في حال الضرب تجمع 26، 24 زائد 2. هاي اي اس 24 تعطي 1 لانها عبارة عن اربعات، والاي تربيع قلنا تعطي سالب 1، اذا قيمة هذا بيعطي سالب 1. نفس الاشي هنا اي اس 39 بناخذ منها 36 لانها فيها اربعات، بيظل عندي اي تكعيب، عشان 36 زائد 3 يطلع 39. هاي ما إلها قيمة بتعطي 1، وآي أس سالب 3 قلنا بتعطي سالب آي، إذا قيمة هاي سالب آي. ليش؟ لأنه هاي بتعطي 1، 1 في سالب آي سالب آي. لاحظوا هنا عندك اي في اي بيعطي اي تربيع يعني سالب 1، سالب 1 في 2 صاروا سالب 2، اول ثنتين هذول اعطونا سالب 2، اي ضرب اي اي تربيع ضرب 2 سالب 2 في سالب 7 اي، سالب 2 في سالب 7 موجب 14 آي. سؤال 8 بدنا ننتبه النقطة كثير مهمة وممكن يغلطوا فيها الطلاب، انه انا عندي جذر سالب 6 ضرب جذر سالب 6، انا بدي اكتب غلط الان، يساوي جذر سالب 6 ضرب سالب 6. هون خطأ هاد، ليش خطأ؟ لانه الخاصية هاي لما يكون اللي بداخل الجذر أكبر من صفر، ما دام اللي بداخل الجذر مش أكبر من صفر ما أقدر أحطهم في جذر واحد. بالمثل سؤال 9، طب كيف أتعامل معها؟ بطلع آي برا بدل السالب 1، فبصير جذر الستة، أطلع آي برا ويظل جذر الستة. الآن أقدر أضرب جذر الستة في جذر الستة، بيصيروا جذر الستة وثلاثين، بيصيروا ستة ضرب ستة، أما هون ما بيصير، وآي في آي بيطلع آي تربيع. طيب آي تربيع قلنا قيمتها سالب 1، في جذر، لا الجذر الآن له قيمة، جذر الستة وثلاثين قيمته ستة، سالب 1 في 6 بيطلع سالب 6، تمام. هنا ايضا بتصير جذر الاربعة قيمتها 2، بس لانه في سالب بيصير يطلع اي، السالب يطلع اي، وجذر الاربعة قيمته 2، اذا 2 اي. فرق 8 قلنا 4 في 2، السالب بيعطيكنا اي، وجذر الأربعة يعطينا 2، ويظل جذر 2 جوا الجذر، 2 جوا الجذر. الآن 2 في اي، 2 اي في 2 اي يطلع 4 اي تربيع، يعني اي تربيع سالب 1، يعني بيصير سالب 4 في جذر 2. ديروا بالكم هن شغلات دقيقة ويأتي عليها ضع دائرة. بدي أبسط هذا، جذر سالب 9 هذا بيعطيني 3 آي، لأنه 9 جذرها 3 والسالب 1 جذره آي، 3 آي ضرب 2 آي تساوي 6 آي تربيع، والآي تربيع تعطي سالب 1 يعني سالب 6. الآن عند كتابة العدد المركب، الآن احنا أخذنا شيء اسمه عدد مركب، في جزء حقيقي وجزء تخيلي.
عند كتابة العدد المركب بصورة A زائد IB فإنه يكون مكتوبا بالصورة القياسية. الصورة القياسية I إن أتت بعد العدد أو قبله ما في مشكلة. يلا بدنا نكتب هذا بالصورة القياسية. خلينا أول شيء نبسطه. من خصائص الكسور إنه بيصير 2 على 2 زائد جذر سالب 4 على 2. بالنسبة لاثنين على اثنين أمرها سهل، 1 زائد هون بتعطيك اي، وبيظل عندك اي بدل السالب اللي جوا الجذر. يظل عندك جذر الأربعة قيمته 2، 2 على 2 تصير 1، إذا هو 1 زائد 1 اي. هذا هو، أو بجوز الواحد ما نكتبه خلاص، 1 زائد i هيك مكتوبة بالصورة القياسية. نفس الاشي هنا، 8 على 2 فيها 4 الجزء الحقيقي، زائد 16 معها سالب يعني بتعطي i. جذر 16 4، 4 قسمة 2 فيها 2، إذن 4 زائد 2 آي. نفس الإشي هنا، 10 على 5 ناقص 50 بدنا نعملها 25 في 2 عشان 25 إلها جذر، على 5 كمان. شو بيصير؟ 10 على 5 فيها 2 ناقص السالب اللي جوا الجذر بيعطيني آي. جذر 25 في 5 على 5 1، يبقى عندي جذر 2 جوا الجذر، السالب طلع لأنه أعطى آي. هيك مكتوبة بالصورة القياسية، أو إذا بدنا نكتبها زيك 2 زائد سالب جذر 2 آي. لو جت الآي قدام ما في مشكلة، آي جذر 2 ما في مشكلة. الآن العدد المركب هذا الشكل العام له، الجزء الأول هذا بسميه الجزء الحقيقي، وهذا العدد التخيلي. المعامل هذا اللي أضربه بالآي مسمينه بالكتاب هون الجزء التخيلي، بعض الكتب يسموا هذا كله الجزء التخيلي، لكن نلتزم بكتابنا. كتابنا بيقول انه الواي هي الجزء التخيلي، تمام. الان في عندي مستوى اسمه مستوى ارجاند او مستوى المركب، عبارة عن المحور الافقي هو الريال نمبر الجزء الحقيقي، والخط العمودي هو الجزء التخيلي. فلما امثل عدد مركب مثلا 6 زائد 4 i 6 حقيقي و4 جزء تخيلي، فبيجي نقطة هون وبوصله مع نقطة الأصل زيه. هنا بيسأل حدد الجزء الحقيقي والجزء التخيلي لكل من الأعداد المركبة الآتية ثم مثلها جميعا في المستوى المركب. يلا، الجزء الحقيقي هنا 2 والجزء التخيلي 15. هنا لاحظوا ما في جزء حقيقي، يعني الجزء الحقيقي 0، الجزء التخيلي 10. معظم الكتب العالمية
بيذكروا انه 10 اي هي الجزء التخيلي، وهون 15 اي هو الجزء التخيلي، لكن بكتابنا ذاكرين انه فقط ال15. الجزء الحقيقي سالب 16 الجزء التخيلي سالب 2. الآن كيف بدنا نمثلهم؟ أول هذا 2، هاي 2 حقيقي، و15 تخيلي، هاي 15، بنحط نقطة زي هيك وبنرسم خط، هذا هو العدد المركب الأول. أما العدد المركب الثاني بدنا نسويه باللون الأحمر، 0 حقيقي و10 تخيلي. هذا هو يأتي على خط الأعداد التخيلي. الذي يليه سالب 16 حقيقي، سويه بلون أخضر، سالب 16 حقيقي وسالب 2 تخيلي، فبيأتي هنا يكون بهذا الشكل. مجموعة الأسئلة ممكن نسوين كل واحد بمستوى هذول. الآن في إشي اسمه المرافق للعدد المركب. الآن هذا عدد مركب، زد يساوي A زائد اي بي. المرافق له نعكس إشارة الجزء التخيلي، يعني بدل ما هو زائد بصير ناقص. لاحظ ومثل سؤال 17، ومثل العدد المركب ومرافقه بيانيا على المستوى المركب. طيب هذا ايش مرافقه؟ سالب 15 ما بتتغير، اللي بيتغير الثلاثة هاي بتصير سالب 3 اي، هذا المرافق له سالب 3 اي. بدي امثله سالب 15، هاي سالب 15 مع 3، هاي 3، هذا زد. طبعا الاعداد المركبة احنا بنسميها بزد. مرافق زد راح يكون سالب 15 مع سالب 3، سالب 15 مع سالب 3 يجي زي هيك، هذا مرافق زد. اللي بعده بدنا المرافق هو 8 ناقص 7 اي. المرافق له يساوي، هذا رمز المرافق عليه خط فوق هيك، 8 بدل ما هي ناقص 7 اي بتصير زائد 7 اي، يعني هاي 8 وهي سالب 7، هذا العدد الأصلي. المرافق 8 مع 7 نفس الريال نمبر لكن يعكس مين؟ الإيمج. سؤال 19 يريد أيضا المرافق،
12 ناقص 17، يعني 12 ريال. 17 تخيلي، 12 مع 17 هذا العدد الأصلي، المرافق له بينزل عند السالب 17، وكأن محور الريال وليس محور اكس. ما عندي محور اكس ومحور واي، ذاك سموه المستوى الديكارتي. الآن احنا مش صورة ديكارتية، الصورة المركبة، صورة المركبة اللي هو المستوى المركب، في ناس سميه مستوى أرجان. تمام، نفس الاشي. سؤال 20 سالب 3 ما بتتأثر، مين اللي بتتأثر عشان المرافق؟ بتغير 25 وبنرسم هاي سالب 3 واحدة مع 25 واحدة مع سالب 25. هذا الأصلي وهذا المرافق. سؤال خطير هذا، إيش مرافق هاي؟ مرافقها بغير إشارتها، لأنها جزء تخيلي. برضو كيف نرسمها؟ 3i يعني 0 ريال، تيجي هون عند الثلاث، هون عند الثلاث، المرافق راح ينزل تحت عند سالب 3، يظل الجزء الحقيقي 0. برضو هاي أخطر، 15 حقيقية، إيش مرافقها؟ مرافقها 15، ما إلها مرافق نفسها، هي ترافق نفسها 15، إنه ما فيها جزء تخيلي. الآن مفهوم جديد اسمه مقياس العدد المركب أو القيمة المطلقة للعدد المركب. لو كان عندي عدد مركب زد يساوي A زائد IB، فإن المقياس هو زد يساوي جذر A تربيع زائد B تربيع. سؤال 23 بده المقياس لزد ولا مرافق زد، ولا مرافق زد بس بده المرافق. حسب السؤال لو جاك بالامتحان زي هيك، اجد مقياس زد ومرافق زد، مش مرافق مقياس المرافق، ما طلع. هم قصدهم مقياس المرافق، لكن بدنا نتعلم نجاوب السؤال زي ما يجي بالضبط. فهون المرافق نقول له هاي المرافق سالب 5 ناقص 5 آي. طبعا يطلع المقياس نفسه سواء لزد أو المرافق زد. مقياس زد يساوي جذر سالب 5 تربيع زائد 5 تربيع، ويطلع جذر 50. من عندنا لو يعني نصحح لهم انه اذا بده مقياس المرافق نفس الاشي، القيمة المطلقة يطلع نفس الاشي سالب 5 تربيع زائد سالب 5 تربيع، وهذا يطلع جذر 50. سؤال 23. سؤال 24 لاحظوا
بالنسبة للمقياس زد يساوي جذر 3 تربيع زائد اللي مع اي ايش هم؟ بدي احطهم كلهم قوس 3 في جذر 3 ويساوي جذر هاي 9 تعرفوها. هون بدك تركز شوية، 3 تربيع 9 وجذر 3 لما بربعها بتصير 3، يعني بتصير 3 هاي عبارة عن 3 تربيع اللي هي 9 في جذر 3 تربيع اللي هي 3، يعني 3 ضرب 9 بتصير 27، يعني قيمة هذا المقدار 27 لأنه تربيع 3 9 وتربيع الجذر 3، اضربهم ببعض بيطلعوا 27 زائد 9، 27 زائد 9 36، جذر 36 6، إذا المقياس لزد هو 6. لو طلعنا مرافقه يطلع نفس الإشي. لاحظوا كيف يكتبوا، بيخلوا العدد الصحيح قدام الآي بس الجذر بعد الآي. أيوة بيخلوا الآي آخر إشي. شو بصير هون؟ مقياس زد يساوي جذر 6 تربيع زائد سالب 8 تربيع وهذا معروف انه يساوي 10. كذلك لو اخذنا مقياس المرافق راح يطلع 10. الان موضوع يقول يتساوى عددان مركبان اذا وفقط اذا تساوى الجزئين الحقيقيين والجزئين التخيليين. كيف يعني؟ يعني إذا A هون بتساوي C، وكمان مش كفاية B مع إشارتها ديروا بالكو بتساوي D مع إشارتها، إذا تساووا يكون العددين المركبين متساويات. يعني هون إيش اللي مع I هون؟ هذا كله مع I، هذا بده يساوي 9. وين الجزء الحقيقي اللي ما فيه اي؟ هذا كله جزء حقيقي بده يساوي 8. فبنروح نحل سؤال 26 كالتالي، نقول اكس تربيع -1 تساوي 8، زيد 1 للطرفين تصير اكس تربيع تساوي 9، معناته اكس تساوي موجب او سالب جذر 9، يعني اكس تساوي موجب سالب 3. هيك عرفنا قيمة اكس، اكس الى قيمتين. بنروح نطلع واي، 2y-5 اللي هي الجزء التخيلي هنا بده يساوي الجزء التخيلي اللي هنا 9، اصبحت معادلة خطية تطلع قيمة واحدة، زائد 5 زائد 5 بيصير انه بعد ما ضفنا 5 للطرفين هذولا بيروحوا كنسلوا، يبقى عندي 2y تساوي 14، اقسم 2 على 2 تطلع y تساوي 7، اذا عندي y 7 و x تساوي موجب او سالب 3.
سؤال 27، الجزء الحقيقي، خلينا نبدأ بالتخيل، اللي مع آي اللي مضروب بآي، هذا اللي بين قوسين هذا جزء تخيلي هون لأنه مضروب بآي، يساوي الجزء التخيلي، ديروا بالكم مع إشارتها لأنه هون زائد. نكتبها يعني اكس ناقص 2 واي يساوي -3. ما اقدر احلها لانها بها مجهولين، بدي معادلة ثانية، بدي معادلة ثانية. من وين اجيب المعادلة الثانية؟ من هنا. الجزء الحقيقي هنا، هذا كله الجزء الحقيقي يساوي الجزء الحقيقي هنا، يعني 2x زائد 3y يساوي 8. صار عندي نظام من المعادلات الخطية. كيف بحله؟ بنحاول نستعمل طريقة الحذف. مثلا ضربت هذا -2، تنحذف اكس، بيصير -2x زائد 2x بيروح، صير زيك -2x، -2 في -2y زائد 4y تساوي -2 في -3 موجب 6. الآن نجمع المعادلتين، طبعا هذول بينحذفوا، بيصفي عندي 3y و4y كم؟ 7y تساوي 8 زائد 6 14. اقسم على 7 الطرفين، شو بيطلع معانا؟ واي بتساوي 2. هيك عرفت واي. الآن أرجع لإحدى المعادلات وأطلع قيمة إكس. خلينا نأخذ المعادلة الأولى، إكس ناقص 2 واي تساوي -3. طب واي عرفناها أنها 2، يعني بصير إكس ناقص 2 في 2 4 تساوي -3. زيد 4 على الطرفين، ذول حذفوا، بتصفي اكس تساوي -3 زائد 4 بيعطي 1. اذا اكس 1 وواي قيمتها 2. هذا سؤال 27. سؤال 28 بنفس الآلية، هذا الجزء التخيلي يساوي هذا الجزء التخيلي، والجزء الحقيقي هذا الجزء الحقيقي يساوي هذا الجزء الحقيقي. نروح نحل النظام، واي ناقص 3 تساوي 9، أضيف 3 للطرفين بتصير واي تساوي 9 زائد 3 12. هيك عرفت واي انها 12. بدي اعرف اكس، 3x زائد 2 تساوي واي ناقص 4. طيب ما هي واي عرفناها، قديش واي؟ واي قيمتها هي 12.
إذا بحط هون 12 مكان واي، فبصير المعادلة، تصير المعادلة 3x زائد 2y زائد 2 تساوي 12 ناقص 4، يعني 3x زائد 2 تساوي 8. الآن بطرح 2 من الطرفين، بصير 3x تساوي 8 ناقص 2 6، بقسم على 3 الطرفين تطلع معاي x تساوي 2. إذا هيك حليت هذه المعادلة، إنه x بتساوي 2 و y تساوي 12. بالمثل بالمثل، حب نلون. إيش المختلف هون؟ إنه جايب لي i قدام، ما في مشكلة، الترتيب إحنا بنتعامل معه، هذا تخيلي. لو انه حاط لي اي قدام هذا تخيلي، هون محافظ على اي بمكانها، هاي التخيل. الشرط يعني الجزء الحائل اللي قدام حسب. ها هي بدنا نلونها بالاحمر لانه مأخرينها، تبهولها، هذا حقيقي. الاصفر هذا تخيلي، هذا حقيقي يساوي الحقيقي. نروح نكتب نظام المعادلات اللي طلع معنا. اثنين اكس ناقص خمسة واي يساوي ثلاث. ثلاثة اكس زائد خمسة واي يساوي سبعة. الآن لاحظوا سهلة صارت، ليش؟ لأنه بتحذف، ما بحتاج أضرب ولا أحتاج أروح أدور أعداد أضرب الطرفين ولا أي شيء، على طول هي بيحذفوا هذول، خمسة واي وناقص خمسة واي. بتصفي معي المعادلة، اثنين إكس وثلاثة إكس خمسة إكس تساوي ثلاثة زائد سبعة عشرة، قسم الطرفين على خمسة x تساوي 2. بعد ما عرفت x برجع احدى المعادلات عشان اطلع y، ناخذ الثانية لانها موجب ما فيها سالب، اعرف طالباتي وطلابي ما بيحبوا الاعداد السالبة. يا 3x زائد 5y يساوي 7. 3x 3 في 2 يعني 6، احنا عرفنا اكس. ستة زائد خمسة واي يساوي سبعة. الان شو راح نعمل؟ نطرح ستة من الطرفين، طبعا هذول بيروحوا، تصير خمسة واي تساوي سبعة ناقص ستة واحد، اقسم على خمسة واي يساوي واحد على خمسة. الآن في إشي جديد اسمه سعة العدد المركب. ما بدنا يعني نعمل الحصة فقط 40 دقيقة، وهنا صار لنا 40 دقيقة، إذا نكتفي هنا إن شاء الله.